الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم. احنا اليوم راه كان عندنا واحد البرنامج مشترك ما بين الجمعيه ديال اللحوم الحمراء، درنا واحد النظافه اللي هي شامله ما فيها الابطوار والمرافق ديالو، درنا نظافه تماك وصباغه داك البلاتفورم ديال فين تيتلاح هذاك لو ديسي، ونحن درنا حمله عامه، وبالنسبه حنا مخالطين مع الناس كجماعه بالمسائل ديالنا بالخدامه بالماتيريال بكل شيء اللي يحتاجوه، حنا شركاء ديالنا. مستقبلا الجماعه راه عندها برنامج، عندها برنامج كثير ديال تهال الزهره والتسائيل ديال الربط، راه حنا شدنا مع السيد العام الاثنين على باش نكون الربط ديال هذيك الزهره بالسائل، وان شاء الله غادي نعاودوا لا ميزاني بكل ديال هاك البطور وغيكون المستوى ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم كنتواجدوا بمصدرة أسبوعية لسوق السبت مرس خير في إطار واحد الحملة نظافة اللي خذتها الجمعية العاتق ديالها في إطار المهنية اللي عندهم في إطار المهنية، بدءا بجماعة سيدي حياة زعير مزارة اللي تمت فيها واحد إصلاحات وصباغة ونظافة حقيقية اللي كنشكر بها المهنيين اللي تجاوبوا معنا وكانوا حاضرين بقوة وبكثافة لانه عندهم غيره على هذا القطاع. وما ننساش نشكروا السيد السلطات الاقليميه والمحليه في شخص السيد القائد سيدي حياة زعير اللي تجاوب معنا وحضر وواكب العمليه وحثنا على باش هذه العمليه تكرر. وسيد رئيس جماعه سيدي حياة زعير اللي عيط لنا واتصل بنا وقال لك اودي هذه العمليه تم المبادره، وقال اودي ما كرهناش تعاود تكرر. ومرورا بجامعه عين عتيق اللي كانت جامعه عين عتيق مزاره عين عتيق اللي كان فيه واحد التجاوب حقيقي ديال المهنيين، والشكر موصول مع الشركاء ديالنا، والشكر موصول لشركه اوزون اللي كانت حاضره بقوه، والجماعه لان هذيك الحمله كانت مشاركه مع الجماعه وحضرات الجماعه وكان حضور حقيقي وفعلي، والرئيس سخر لنا كل المصالح ديالو وتعاونوا معنا. والمزاره ديال عين عتيق اللي عرفت واحد الاصلاح ربما غتاخذ شي الوقت لانه كاين شي حوايج اللي حنا صعاب علينا نصلحوهم، غتاخذ شي ديال الوقت اللي كان انت مسؤول ان شاء الله بالسيد العام اللي هو اللي غياخذ القرار مع السيد الرئيس اللي غياخذ القرار ديال الاصلاح ديالها، وهو مشكور على التجاوب ديالو. اليوم حنا مرس الخير جماعه مرس الخير في اطار هذه العمليه اللي حنا بشركاء مع مصحه تمارا وجمعيه روتاري وشركة مع جماعة مرس الخير اللي الحمد لله كتشوف حتى السلطات موجودة وكل المصالح واقفة معنا وشركة أوزون والكل والعمال ديال النظافة موجودين والمهنيين موجودين، اللي كاين واحد الإصلاح حقيقي اللي حنا تنشوفوه خاص هذه العملية تستمر. وما تفوتنيش الفرصة باش نجاوب واحد مجموعة ديال المرتزقة واحد الجبناء اللي هذه فرصة باش اللي إقدام ديالهم على حرق العلم الوطني، اللي كنقول لهم بانه المغربي ديالنا ما كتقاس وما يمكنش تشوشوا عليه بهذه الطريقه هذه. فالوطن فالعلم الوطني هو رمز الوطن واحد مقومات الهويه المغربيه. السلام عليكم. اليوم حنايا هنايا مع جمعيه الززارين ديال عملت تمارا الصخيرات كنقوموا بتنظيف المزاره الثالثه، واللهم لك الحمد كل شيء تيدوز مزيان، وعندنا اعانه من عند الناس كاملين، كل شيء كيبغي يدير يديه وكل شيء كيبغي يخدم. اللهم امين. والله يعاون وليدي والله يستروا على مرضي. اللهم امين. الحمد لله. راه مديرة تندعي معاه ديما. والله يعاونكم انتم وليدي ويحفظكم من راس. اللهم امين. الله ربي يعاونها ويحفظها ويحفظ السيد الرئيس ولد الحان العربي. ديال عين عتيق بوهنين واخا ما كاين مشكل، الله يرضي عليه تا هو، ديما تا هو تيفرح بينا وفرح معنا، الله يشرف يقوم معاه، الله يعاونو، الله يسهل عليه، والرئيس القدوري ساعدنا وفرحان بينا وما كيخليش كلمتنا تطيح، في ناس سمع جماعه يجي، راه ماشي من دوك انا ما فارط ولا، جاب رجليه، الله يشرف يحفظه، الله ينجيه، الله ينجيه من الافات، ومن المسمومات، الله يشرف يحفظه، وينجيه من عنده، يا ربي طلبناك. وانت هو كل شيء وانت هو القادر بها، قاد بها العلي العلو، الحمد لله رب العالمين.